معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك قمت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول الأحد الرابع من توت. الأوشية الموسمية المياه. التوزيع المزمور الماء والخمسون والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنمو إميفيارو، بارك مياه الأنهار. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الخامس والعشرون من شهر توت المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم تنيح النبي يونان ابن أمتاي، وقد أمره الله أن يمضي إلى مدينة نينوى وينادي أهلها ليتوبوا ويرجعوا إلى الله. فخاف يونان وهرب إلى مدينة ترشيش، فهاج البحر. ثم ألقوا قرعة ليعرفوا بسبب من هذه البلية، فوقعت على يونان فطرحوه في البحر، فأعد الله حوتا ليبتلعه. فكان في جوف الحوت 3 أيام وصلى، فأمر الله الحوت فقذفه إلى البر، ثم ذهب إلى نينوى ونادى بالتوبة، فآمن أهلها بالله وتنيح وعمره 100 سنة. بركة صلواتي فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد القديس موريس قائد الفرقة الطيبية التي انتقلت من طيبة إلى سويسرا، ونال إكليل الشهادة ومعه 520 جنديا، وهو شفيع بلاد سويسرا. وقد استلم مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث جزءا من رفاته يوم 28 من سبتمبر 1986 ميلادية، ويوجد حاليا بمنطقة الأمبرويس بالعباسية بالقاهرة. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركته على جميعنا. الرب عز لشعبه، وهو مؤازر خلاص مسيحه. خلص شعبك وبارك ميراثك، ارعاهم ارفعهم إلى الأبد، هللويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مرلوق البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكى. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئتان، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقرورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر راسها
وتقبلوا قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديونان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وما لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك: قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدى المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. والمجد لله دائما. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان ولا ظهر الظهر امين. النهارده الاحد 6 اكتوبر، عندنا انجيل عشيه بيتكلم عن المراه نازفه الدم، وازاي كانت قويه في ايمانها، وازاي ان هي بس كانت تحلم ان هي تلمس الهود بالثوب بتاع السيد المسيح اللي هو طرف الجلابيه فقط لا غير علشان تخف. واللي حصل ان فعلا ربنا ادالها الايمان ده، وبايمانها ربنا ادالها الشفاء. الحقيقه الانجيل بتاع باكر بيتكلم عن شفاء ابنه المراه الكنعانيه، وازاي ايضا كان الايمان هو اساس الشفاء. السنكسار بتاعنا بيتكلم عن نياحه يونان النبي واستشهاد القديس موريس قائد الفرقه الطيبيه.
إنجيلنا بتاع القداس النهاردة بيتكلم عن المرأة الخاطية. يقول لنا كده: وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من وراء باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. واحدة كانت خاطية راحت بيت واحد فريسي اللي هو سمعان، سمعت المسيح هناك مهمهاش وراحت جري، ابتدت ان هي تغسل رجليه بدموع عينيها وتجففهم بشعر راسها وتدهن طيب. الحقيقة أنا عايز أقارن ما بين اتنين: المرأة نازفة الدم بتاعت إنجيل عشية، والمرأة الخاطية بتاعت إنجيل القداس. الاتنين عندهم مرض، بس في مرض نتيجته ظاهرية اللي هو نزف الدم، وفي مرض نزيف داخلي. الآباء يعلمونا كده إن الخطية هي مرض روحي، الخطية مرض روحي يمكن علاجه. نخلي بالنا كويس قوي لما نشوف واحد خاطي، اوعوا ندينه زي ما عمل الفريسي. لما نشوف واحد خاطي اوعوا نعمل زي العهد القديم ونرجمه، بس بدل ما بنرجم بالحجارة نرجم بالكلام. خلي بالنا كويس قوي من آيتين مهمين قوي. أول آية يقول لنا كده إنه السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. تاني حاجة: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. نخلي بالنا من كلامنا، لأنه بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزاد. لو اتكلمت حلو هيتكلموا عنك حلو أكتر، لو اديت عطاء حلو ربنا هيديك ويزيد، ولو رحمت ربنا هيرحم وبزيادة. اوعوا نعمل زي الفريسي ونرجم، اوعوا نعمل زي في ناس كده شغلتها في الكنيسة، مش فلان ده اللي كان بيعمل كذا، مش علان ده اللي كذا، وننسى خطايانا، ننسى نفسنا. كل واحد فينا عنده مرض روحي معين، عنده خطية معينة ممكن تكون مسيطرة عليه. اوعوا ننسى خطايانا قصاد خطايا الناس، يمكن احنا ربنا ساتر علينا، يمكن احنا ربنا مدينا نعمة في عينين الناس ومش عاوز يفضحنا. ربنا يدينا النعمة دي ما يكونش قصادها ان انا اجرح في اللي قدامي. للأسف سمعان ما عملش كده. اللي حصل يقول لنا كده: ولما رأى سمعان أو الفريسي الذي دعاه تكلم في نفسه قائلا: لو كان يعلم هذا من هي المرأة التي تلمسه وما هي إنها خاطئة. اللي حصل إن السيد المسيح راح مجاوبه، قال له: تعالى يا سمعان أنا عايز أقولك على حاجة. قال له: الست دي كان عليها كتير، علشان كده لما جت أحبت أكتر، فبالتالي غفر لها خطاياها. نخلي بالنا، السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. أنت لو عندك ولدين في البيت، ولد معاك في حضنك والتاني سافر بعيد، هتكون مشتاق لمين؟ ما هو ده واحد في حضنك، بس التاني أنا كمان عايزه، التاني أنا نفسي يكون معايا وفي حضني، التاني أنا بشتاق له. هو ده شعور ربنا تجاه الخاطي، هو ده شعور ربنا تجاه كل واحد بعيد عنه. المرأة تعلمنا حاجة النهاردة، المرأة الخاطية تعلمنا الإصرار على التوبة ونوال الخلاص. مهمهاش كلام الناس، هي عارفة إن الناس بتدينها، عارفة إن الناس هتتكلم عليها وحش، بس مهمهاش، المهم إن هي توصل لربنا، توصل لغافر الخطايا، توصل للسيد المسيح، توصل وتترمي تحت رجليه. ولما يحصل الإصرار ده وتوصل،
تفوح منها رائحة الطيب الزكية، رائحة التوبة المكللة بغفران الخطايا. لما تسكب الطيب، الطيب هنا رمز للتوبة، رمز للريحة الحلوة بتاعت غفران الخطايا بعد الريحة الوحشة اللي كانت موجودة، اللي هي ريحة الخطية. ريحة الخطية صعبة جدا، اتبدلت مع الست دي بريحة طيب. يقول لنا كده ان السيد المسيح لما شاف اصرار المرأة بالطريقة دي وإدانة الناس ليها وإدانة سمعان، قال لها كده: انظر يا سمعان، أتنظر هذه المرأة التي دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. خلي بالكوا، غسلت رجلي بالدموع دي معناها إن هي دموعها كانت غزيرة، دموعها كانت بجد، ما كانتش بتمثل، كانت فعلا محتاجة توبة، كانت فعلا عايزة خلاص، كانت فعلا عينيها على الأبدية بعيدا عن أي كلام وبعيدا عن أي تجريح من الناس. ربنا بيقارن، ربنا من جواه بيقارن ما بين القلوب. انت دعيتني عندك وحطيتني في منتكأ حلو والدنيا كانت حلوة معاك، بس انت ما جبتليش مية تغسل رجلي، ما جبتليش دهن تدهن راسي. اللي انت عملته ان انت دعيتني علشان تتباهى بيا قصاد الناس، ولكن هي اللي هي عملته كان فعلا توبة صادقة من قلبها. يقول له كده: قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت، من أول ما دخلت، من ساعة ما دخلت، لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت، لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل هذا أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليل. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ فقال للمرأة كده إيه: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. بالضبط لو نفتكر ساعة السيد المسيح لما كان معدي في الشارع وبرتلماوس الأعمى قال له: ارحمني يا ابن داود، قال له كده إيه: إيمانك قد شفاك. الإيمان يشفي، الإيمان يشفي من الخطية، الإيمان يشفي من أي ضعف أو أي سقم. نتعلم النهاردة من المرأة الخاطية إن الخطية مرض روحي يحتاج لعلاج ويمكن شفائه، ممكن نتوب عن أي خطية وعن أي مرض متسلط علينا. أيضا الله يقبل كل التائبين ولا يأخذ برأي أو بحكم أي واحد من الناس، ما بياخدش برأي الناس. أنت قلبك مع ربنا، يا ابني أعطني قلبك، هو فاحص القلوب والكلى، عارف أن أنت تايب من قلبك، هياخدك في حضنه. ثالث حاجة نتعلمها النهاردة: لا ترجم أحدا بكلماتك القاسية. رابع حاجة: الإصرار على التوبة يعطي الخلاص والحياة الأبدية. نخلي بالنا نكون متشبثين بخلاصنا وبحياتنا الأبدية لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.